متتبعي قناه انفاس بريس، مرحبا بكم في هذا اللقاء الخاص اللي غنناقشوا فيه مشكل تعتبير الشواطئ على مستوى مدينه الدار البيضاء. يعني في حنا في بدايه فصل الصيف دائما تتعاود هذاك المشكل تاع تدبير شواطئ الدار البيضاء، وشكون الشركات اللي تستفيد من هذا التدبير تاع الشواطئ، وشنو الوصفه والوصفه السحريه من اجل تفادي عدم السقوط في نفس الازمات اللي تعرفها السنوات الماضيه. من اجل مناقشه هذه القضيه دي نستضيف السي سعيد معتدي، الكاتب العام للجمعيه الوطنيه لاتحاد شركات الاستغلال والتدبير. السي سعيد معتدي مرحبا بك. شكرا على الاستضافه. سي سعيد، حنا الان في فتره الصيف وديما تيتعاود هذاك المشكل تاع التدبير تاع الشواطئ تاع المغرب، بالنسبه لك انت اشني اهم وصفه لا بغيتي تقول باش يكون واحد التدبير شيط باش ما نوقعوش في نفس الاخطاء ونفس الازمات اللي تتوقع كل صيف على مستوى التدبير تاع الشواطئ هذه؟ شكرا. اثناء الحديث على هذا الملف بالضبط تستوجب علينا اثناء النقاش الرجوع بنا شيئا ما الى الوراء، وبالضبط مطلع اكتوبر من سنه 2014 خلال افتتاح جلاله الملك للبرلمان، هنا كنتكلم على مدينه الدار البيضاء هنا بالطبع، حين اغلظ اسمه الله واعز امره التقريع على مسؤولي ومنتخبي مدينه الدار البيضاء واصفا اياه بمدينه التناقضات او المتناقضات. حينها سرعت الهيئه المنتخبه والمسؤولون الى انقاذ ماء الوجه للخروج من حاله التخبط التي كان يعيشه التسيير الفوضوي والعشوائي انذاك، بانشاء شركات التنميه المحليه، شركات التنميه المحليه التي فوضت لها صلاحيات سحبت البساط من تحت اقدام الهيئه المنتخبه، وكان من ضمنها هو تدبير المرافق العموميه والاملاك الجماعيه ومن ضمنها الشواطئ. وفشلت بطبيعه الحال في هذا التدبير الى يومنا هذا. من الجمله ديال الان ما يعانيه المواطن البيضاوي، يتكلم دائما على مدينه الدار البيضاء، هو العشوائيه والتخبط اللي كتسير فيه، مثلا انه ما يروج داخل مجلس جماعه الدار البيضاء ان كنوجدوا ان الخلفيات ديالو التابعات ديالو كتجلى خارج المجلس في المرافق التي لديها احتكاك بالمرتفقين وساكنه الدار البيضاء ومن ضمنها الشواطئ. بطبيعه الحال الا بغينا شي وصفه اللي تكون ناجعه وناجحه وتراعي احترام وكرامة المواطن البيضاوي، يجب أن تكون في إطار القانون وفي احترام تام للمشروعية والتقيد بالشرع والمشروعية وبالدستور المغربي. فكما تعلمون في الشواطئ المغربية هي ملك للجميع دون قيد أو شرط ودون استثناء. واخا كيفاش الوصفة والطريقة باش ندبروا هذه الشواطئ هذه على مستوى مدينة الدار البيضاء؟ نديروا مثلا ندخلوها في اطار الصفقات العموميه كما هو معتاد، رجوع لاطار الصفقات العموميه بواحد الكناج ديال التحملات يكون ملزم للطرف النائل للصفقه، تكون فيه بنود الاجحاف او البنود الاداريه تكون صارمه، بحيث انه اثناء الاخلال ببند من احد هذه البنود تسحب منه الترخيص مباشره وتمشي ليه الضمانه ديالو. حاليا ما كاينش هذا الشيء. ما كاينش. علاش كنقولوا هنايا؟ لان اول مره كنطالبوا بان السلطه العامه اللي هي اللي غادي تكون اللي هي جماعه الدار البيضاء اللي غادي تكون صاحبه المشروع اللي غتفوت هذا المرفق لهذا النائل الصفقه خاصها تفرض عليه شروط تحترم كرامه المواطن البيضاوي، بحيث ان هاد الناس مثلا نعطيك في السابق كانت كطيح اصطدامات ما بين المواطنين، انه كيجيو هاد الناس هادو ملي كانوا كيجوزوا دوك لي زابيل دوفر القدام ولا هذا كيجي كيتكالك على واحد 80% من الشاطئ مثلا ديال عين دياب، وكيقول لك لا ما عندكش الحق تنزل الفوطه ديالك ولا تريح هنايا، هذه ديال لي باراسول، وهذا قمه العبات وقمه الحيف. هادشي اللي كاين في عين دياب ولا في الشواطئ تاع الدار البيضاء راه تقدر نعمو على الشواطئ تاع المغرب كله تقريبا. انا كنتكلم لك الان، انا فرست لك الدار البيضاء بسبب الالمام ديالي بمدينتي اللي انا عايش فيها والتي احبها حبا شديدا. اما على صعيد تراب المملكه هناك كاين حالات استثناءات، ولكن ليست حالات شاده كما يقع في الدار البيضاء. الان نقول لهم ان اثناء دفتر التحملات تساغ بنود تكون ملزمه للطرف نائل الصفقه، بحيث انه اللي يتعدى واحد المساحه ويطلقوا حريه الاختيار للمواطن البيضاوي انه يحط الفوطه ديالو ويجي هو عنده يخلي الباراسولات منازلين في واحد مركونين في واحد الجهه معينه، يقول له سيدي واش خاصك الباراسول هتما التذكره التي سيصادق عليها في القرار الجبائي، تضمن الى القرار الجبائي الجماعي وتكون في العقد المبرم ما بين جماعه الدار البيضاء ونائل الصفقه وفي كناش التحملات، واثناء الاخلال بهذا دفتر التحملات
او بالرفع من السومه الكرائيه اللي هي اللي تكلمنا عليها الان تسحب مباشره منه الترخيص ويعطى لي صاحب المركز الثاني. هادشي كاين اللي تتقول بان كاين في بعض الشواطئ يعني ما تفرضوش عليك يعني تجيب باراسول تاخذ باراسول ديالك ولكن تاخذ باراسول ما كيخليوش نعم سيدي نعم ما كيخليوش السي احمد ما كيخليوكش لك المساحه في المواطن هذا كيكزوم المساحه تكون قليله يعطيك اكزومبل عين دياب هو معروف المساحه ديالو محدوده كدا من الضريح ديال سيدي عبد الرحمن الى غايه اطلانتيس فندق اطلانتيس فاهمين مساحه محدوده بالنسبه للكم والكيف ديال الهائل ديال ساكنه الدار البيضاء اللي كتوافد على المنطقه كيبان لك بعض الاحيان وكاننا في حمام شي لاصق حداشي لان ولا الترامواي كيجيب دي الجويه ديال سهل المأموريه سهل المأموريه ديال التنقل الى اخره بالاضافه الى حافله النقل العمومي بالاضافه الى الطاكسيات بالاضافه بانه جا حدا مراكز اهله ذات كثافه سكانيه ما يعني كبيره جدا مثل الحي الحسني والولفه ودرب غلف والى اخره فهذا هو المنتجع والمتنفس الوحيد لهاد الناس هادو اذا ملي غتجي انت تجيب الباراسول وغادي تشد واحد 60 او 70% من المساحه ماذا تركت لهؤلاء؟ اصبحت عندك سياسه مباشره اعمال تحكميه في حق المواطن المقهور لذلك هذاك الشاطئ هذاك خصك تعرف انت غادي تاخذ صفقه مثلا باش دير واحد ديفلوبمون واحد تنميه في اطار المواكبه وفي اطار العصرنه والى اخره والتحديث وما يليق بسمعه الدار البيضاء ولكن او ميم طو تراهي لمصلحه المواطن المقهور اللي ما عندوش شي حاجه اخرى من غير هذاك المتنفس. نرجعوا لواحد القضيه اخرى هي المرافق الصحيه ولا المرافق تاع اللي خصها تكون في الشواطئ، مجموعه من الشواطئ ما فيهاش هذه المرافق علاش؟ يعني تدوش يعني الانسان ما تلقاش فين يدوش، تمشي حتى لدارو ما تيدوش وهذا الشيء. المسؤوليه كل المسؤوليه تقع على عاتق الجماعات الترابيه. في القانون 113/14 اعطى صلاحيات موسعه ومطلقه لهذه الجماعات باش تدبر المرافق التابعه لها والمرافق المحيطه بها ومن ضمنها رغم عدم امتلاكها لها من الناحيه القانونيه. يعني المجالس المنتخبه هي المسؤوله على هذا الشيء. بطبيعه الحال لو كون كل جماعه اعطيك مثلا لو كل جماعه عندها شريط ساحلي معين قامت مثلا قبل الدخول ديال فصل الصيف في اطار القانون 212/349 المتعلق المؤرخ في 13 مارس من سنه 2013 قامت بكراء هذه الشواطئ هذا او بتفويتها عن طريق الاستغلال المؤقت لفائده هذه الشركات هذا وبدفاتر كما قلنا دفاتر تحملات ملزمه بطبيعه الحال يكون فيها الاجحاف الاداري لاول مره هنا نطالب بالاجحاف الاداري حمايه لحق المواطن ها وتسحب منه في الحالات كما قلت يبان هذا السيد الا ما التزم تسحب منه ويمشي لي مبلغ الضمانه باش يلتزم لابروشين فوا يشد معنا الطريق ومع المواطن لان المواطن هو مصدر جميع السلطات هو مصدر كل شيء وخاصنا نوفروا لهذا المواطن واحد الفضاء اللي هو مريح كيف يعقل ملي كتجيو بحر اللي هو متنفس مسكين اللي عنده هو الوحيد وتجي انت تحرمو غادي تلزم عليه حتى الفوطه في بعض الاحيان كنا كنشوفوا المناطق حتى الفوطه كيبداو كيخلصوا عليها انا وقعت لي شخصيا حطيت الفوطه ديالي في 2000 و دراهم 3 دراهم 5 دراهم في عين دياب قال لي غتخلص عليها 5 دراهم في 2016 قال لي غتخلص عليها 5 دراهم وقع شنآن بيني وبينه وكانوا معي بطبيعه الحال الوليدات خلصت ثلاثه فوطات و دوس الامر هذا خلصت مع الوليدات هي اللي تتحرج مجموعه من الاباء على صعيد الشواطئ ولا صح حتى الباركينات شوف لو كان ما كانوش الوليدات كانت كتقول كلام اخر نحن متصلبين في ارائنا وما كنتنازلوش على حقنا طبقا للقانون تما كانت غادا تحرر محاضر قضائيه ان شاء الله وتتم فيها المتابعه بتهمه الابتزاز الى اخره ونشوفوا واش هذا السيد عنده لو دغوا وعنده الحق من الناحيه القانونيه باش يفرض عليا شي حاجه ما لا يلزمها تكليف مادي لا يلزمه القانون او لا ونشوفوا شكون اللي حاطوه تما ونجبدوا دفتر التحملات ونجبدوا العقد ونجيبوا حتى الجماعه ندخلوها كمدخل في الدعوه. يعني بالنسبه لك انت خص يكون واحد دفتر التحملات اللي هو ملزم وبان يعني تكون واحد الغرامه على ذاك السيد اللي غيستافد من هذه الصفقات هذه. طالما كنا باش نتجاوزوا حد طالما نحن كحقوقيين طالما كنا ننادي بان دفاتر التحملات التي تبرم عن اثرها العقود ما بين الجماعات الترابيه وما بين الشركات النائله لصفقات تدبير الاسواق الاسبوعيه والمرافق العموميه هي دفاتر تحملات يعني مشبعه ومتخمه بالاجحاف الاداري او الادعان الاداري ولاول مره الان انا شخصيا اطالب بان في هاد دفاتر التحملات اللي عندها احتكاك مباشر مع المواطن خصها تكون فيها هذا الاجحاف الاداري. شي متدي شكرا جزيلا على قبول الدعوه وعلى التوضيحات هذه متتبعي قناه فاس بريس الى اللقاء في فرصه قادمه شكرا ان شاء الله.